السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة معانا انباء عن طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي. هنقول لحضراتكم الحقيقة كاملة واول رد من اخوها وائل عبد العزيز على الموضوع ده، واحنا عارفين ان هو كان معارض جدا جدا على جواز احمد العوضي من ياسمين عبد العزيز. كل التفاصيل الحصرية هتلاقوها معانا لنهاية الفيديو، بس يا ريت نوحد الله ونصلي على رسولنا عليها افضل الصلاة والسلام. كلنا عارفين ان الفنانة ياسمين عبد العزيز بتمر بوعكة صحية شديدة جدا جدا، اضطرت انها تتنقل في طائرة اسعاف مجهزة علشان تكمل علاجها في سويسرا. اللي ما يعرفش الحالة او الصحية بتاعتها يا جماعة، هي كانت بتعمل منظار، واعتقد دي عملية سهلة اي دكتور مبتدئ ممكن يعملها، لكن للأسف ادى الى يعني خطأ طبي أدى إلى فشل العملية وتسمم في الدم واستئصال جزء من الأمعاء وانفجار القولون، ودخلت في مرحلة صعبة جدا جدا. الجميلة ياسمين عبد العزيز عملت كذا عملية، وفي الآخر الأطباء نصحوها إنها تكمل علاجها برا مصر، راحت سويسرا. لكن الفنان احمد العوضي زوجها ما سافرش معاها، ودي حاجه خلت الشكوك كتيره جدا. طبيعي ان زوجها من اول الناس اللي هو هيسافر معاها، ده اللي خلى الشكوك يعني تزيد. هو في البدايه قال لا، ما عرفتش اسافر بسبب ان انا عندي مشاكل في التاشيره ولسه ما خلصتهاش، ولحد الان ما سافرش ليها. لما الانباء زادت جدا على موضوع طلاقها، هو طلع ورد وقال كفايه هبد، هي مش ناقصاكم. طبعا برضو الكلام ما كانش واضح ان هو ولا طلقها او ما طلقهاش، لكن بقى رد وائل عبد العزيز اخوها هو اللي هيفسر لحضراتكم التفاصيل الكاملة. اخوها رد وقال يعني عشان يحسم الجدل في الموضوع ده، وقال نوع من انواع الاستفزاز عشان ارد على اي هري بيتقال، وعموما خد الرد عشان تهدوا علينا شوية. قال وائل انا ما عنديش علم بالكلام ده، وياسمين حرة في اتخاذ قرار سفرها للخارج مع عيلتها او مع زوجها. يعني هي اللي اختارت تسافر مع العيلة وما حبتش تسافر مع جوزها، وده كلام أخوها. وياريت كفاية أخبار مش عن لساني، يعني تنسبوها ليا وتاخد فترة، سيبوها دلوقتي لما تكمل علاجها، واللي هي حابة يكون هيكون. وقال كمان وائل في ستوري عنده على صفحته على انستجرام، وعلق عليه بكلمات لأغنية محمد حماقي، وقال لو هتسيب موافقك عادي، بس تسيبني بشروطي. طبعا يا جماعة الكلام ده خلى ناس كتير تقول ان هو من البداية كان معترض، وهو قال ان هو طمعان فيها وفي فلوسها، او عايز يتشهر يعني على قفاها. فالشائعات انتشرت كتير جدا. حاليا يا جماعة ياسمين عبد العزيز سواء هتطلق او مش هتطلق، احنا ندعي لها بالسلامة الاول، انها تقوم بألف سلامة من الموقف الصعب قوي اللي هي عايشة فيه والحالة الصحية بتاعتها. احمد العوضي راجل محترم جدا، وهو ما طلقهاش اعتقد لحد الآن، ودي مجرد شائعات، ولكن لحد الآن لم يثبت هو هيطلقها أو لا. ولكن كلام وائل أخوها زي ما حضراتكم سمعتوا بيقول إنها يعني إن هو مش معارض، يعني ما تطلق ما فيش مشكلة. أنا ما اتمناش ليها حاجة أبدا زي كده. شفناها قد إيه حب أحمد العوض، وهو أيضا أكيد في مشاكل من ناس تانية، ودايما نظرة عين أو حسد، يمكن حد شافها وما صلاش على النبي. على فكرة دايما بقول الجملة دي عليها أفضل الصلاة والسلام، الحسد سكر في القرآن. هي في مشاكل كتير، ولكن الدعاء بيغير الأقدار، يعني بيغير القدر. وانا ساعات بحس ان اخوها هو اللي المفروض يهدى عليها شويه. رايكم يهمني في التعليقات، هستنى اراء حضراتكم، وادعوا لها كمان بالشفاء العاجل. انا بشكر حضراتكم جدا، استنونا. سلام عليكم ورحمه الله.